من وحدة المسلمين ويجب المضافة في القدس. أنا ذو أحد القبلتين يعني، والإسلام المفروض يكون أقوى وأقوى يعني. بعدين نصرة القضية الفلسطينية يعني، فلسطينيين مضطهدين من جميع الاتجاه، فربنا ينصرهم إن شاء الله. والمسجد الأقصى المسجد الأقصى مسؤولية كل مسلم يعني، مسؤولية كل مسلم أنه أساساً يدافع ويستنكر، حتى لو ما عنده بيده يعمل يستنكر بقلبه أنه العمل ده قاعد يحصل، ده منكر يعني، والإسلام ما يرضى والله ما يرضاه يعني. فكل علينا الحق ده كله أن ننصر فلسطينيين، حتى الماء الواحد يقدر بدعاء يعني، دعوة للمسلمين، دعوة لهم يعني، والنصر لهم إن شاء الله. نتمنى كذلك إن شاء الله، والإسلام أن تكون وحدات إن شاء الله، وحدة السف المسلمين إن شاء الله، ويهد حكام المسلمين، ونحكم إن شاء الله نتحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تحكمنا بالكتاب والسنة لما كان حصل ده يعني. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أسرى به الله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الرحلة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، حين قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما يجب على المسلمين في نصرة إخوانهم في فلسطين وفي كل بقاع الأرض التي يقطنها المسلمون، أن يلتفوا حول قضية المسجد الأقصى الذي هو أول القبلتين. وحقيقة ما يدور في المسجد الأقصى من انتهاكات للأطفال ومنع الصلوات فيه أمر يهم المسلمين جميعا، ليس أهل فلسطين فحسب، إنما يهم المسلمون جميعا، إلى مسجدهم وإلى قبلتهم الأولى التي اختصها الله سبحانه وتعالى لهم. ما يجب على المسلمين نصرة إخوانهم في فلسطين، أن ينصروهم بالسلاح الأول والسلاح الأقوى، وهو الدعاء. ومن ثم على المسلمين جميعا أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرت بالدعاء، وأن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحركوا الغوافل الصحية والغوافل التي فيها منفعة إلى المسلمين. وكذلك المنفعة الثانية التي تجب على المسلمين مناصرة المسلمين لإخوانهم في فلسطين، فلا يستطيع أحد أن يصل، كما معلوم لدى الجميع أن إسرائيل لديها من الحصون ولديها من الدروع التي تحمي المسلمين يذهبوا قتالا أو جهادا حول المسجد الأقصى، ولكن عليهم أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ويوحدوا كلمتهم، وأن يقوم المسلمون والأئمة بوضع خاص بمساجدهم ومن خلال منابرهم ومن خلال المؤسسات الإعلامية. يجب عليهم أن يتوجهوا كل التوجه في هذه الأيام بالضبط لنصرة المسلمين في فلسطين، لكي ينصر الشعب الفلسطيني إن شاء الله. يجب أن يتذكر المسلمين أن القدس هي قبلة أولى القبلتين، وهي روح الأمة العربية والإسلامية. كشعوب نحن نقف وقفة إجلال مع أخوان الفلسطينيين، ولكن نريد روح المبادرة من القادة العرب والمسلمين. مطلوب من المسلمين التوحد والتكاتف، ويكون على قلب رجل واحد على الأقصى. الأقصى لأنه بيت الله، إنه أي بقعة من أرض الأرض المسلمين يجب أن يتكاتفوا، أن يتحدوا والدفاع عنه بالدم والمال والنفس. مطلوب من المسلمين إنه يعني يتكاتفوا مع بعض ويقفوا مع بعض، يقفوا يعني مع أخواننا الفلسطينيين، يعني يساندوهم يعني بكل من أي ناحية، يعني من الناحية المادية والناحية المعنوية، يعني يكون يعني يقفوا معهم وقفة رجل واحد يعني. يعني هل القضية الفلسطينية والقدس ماتت في نفوس المسلمين، ولا لسه عم بيتذكروها وبيدافعوا عنها؟ والله القضية الفلسطينية طبعا يعني في نفوس المسلمين يعني حية من كل النواحي طبعا يعني، بس يعني الناس يعني شنو تتقرب من بعض ويقعدوا يعني يجلسوا ويحلوا القضية حل سلمي يعني. مع
منو يحلوها؟ مع الإسرائيليين مثلا يعني؟ والله مع الإسرائيليين، مع العالم كله طبعا. يعني القضية دي ليست قضية يعني قضية ما صعبة يعني. القضية بس مسألة بتاع اتفاق بس، يعني الدول كلها لو اتفقت على انه يحلوا هذه القضية حل سلمي، لأنه قضية من دولة واحدة طبعا، يعني دولة واحدة وهي فلسطين يعني، وطبعا المسلمين طبعا يعني المسلمين طبعا المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المطلوب إنه الناس تقرب ربنا سبحانه وتعالى. يعني أول حاجة يعني أنا ملاحظ والناس كلها ملاحظة، حتى الناس يعني سبحان الله الماسكة في الفرائض ماسكاها كعادة، يعني ما هي ماسكاها كإخلاص ولا كعبادة حقة. يعني أول حاجة المطلوب إننا نتقرب ربنا سبحانه وتعالى. يعني وأنا أذكر يعني أنا أدلل على كده بآية بسيطة في سورة النور، يعني ربنا بيقول المولى عز وجل الآية دي يعني فليستأذن الذين لم يملكوا الحلم ثلاث، معنى الآية المعروفة ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون الثياب. يعني حتى الاستئذان والنظام والانضباط بالضوابط الشرعية حتى مطلوب من الأبناء لآبائهم، فما بال الضوابط الشرعية في علاقة عمل أو علاقة دراسة أو في الشارع أو في الحديقة أو في الأهل أو في الأقارب. أو يا أخوان إذا كان الانضباط حتى للأطفال لوالدينهم، فإذا كان نحن عايشين يا أخواننا بالبركة وعايشين كده يعني عايشين زي البهايم، يعني عدم التقوى مشكلة، عدم الخوف من ربنا مشكلة، عدم الانضباط في علاقاتنا أيا كانت العلاقة في هذه الحياة، عدم الانضباط بالضوابط الشرعية وبالقانون الإلهي وإنه الناس تقرب ربنا فدي مشكلة. أي نحن ما نطلب إننا ننتصر ونحن بنتبع هوانا، بنتبع مزاجنا، نحن نايمين نتصر على شنو؟ ما هو الانتصار ده بالإمكانيات المادية، ودي نحن ما عندنا العلم والتكنولوجيا والإمكانيات العلمية والمادية ما عندنا. يبقى على الأقل والحد الأدنى إننا ننتصر بمخافتنا لربنا، إننا ننتصر بتقوانا لربنا. يعني في موقعة بدر المسلمين كانوا 300، لكن انتصروا بقربهم من الله بخوفهم وبتقواهم لله في المقام الأول. فإذا كان يعني ما في التكافؤ المادي، ما في ما هو قريب، يبقى يا أخوان الناس ترجع لابنه، ترجع لخوفها من ربها وترجع لتقواها لربها، يمكن ربنا ينصرها يعني، يمكن ربنا. وأنا أذكر إنه الانضباط بالضوابط الشرعية من الأبناء للآباء وما في أقرب من كده. يبقى تاني أي علاقة أولى إنها تنضبط بالضوابط الشرعية، والله أعلم. رأيي إن ده نتيجة طبيعية للي كان بيحصل خلال السنين اللي فاتت من 1967، مش حاجة جديدة يعني، كانت متوقعة جدا. أكيد طبعا ما ينفعش استدلال من 48 ما نيجي، طبعا المصلين ما يعرفوش يخشوا المسجد، مش هنقول بقى يصلوا ولا يخطبوا ولا يعملوا اي حاجه، وطبعا حدث يزعلنا احنا كمسلمين. يعني المفروض يعني لو احنا فعلا احسن اقوى جيش في الامة العربيه او في جامعه الدول المفروض يعني نتحرك. برضو ده مش جديد، مفيش حاجه حصلت يعني، ده مش ده اللي بيحصل من الاول. انا متهيألي ان مفيش حاجه جديده خالص، يعني اللي بيحصل ده امتداد للي كان بيحصل قبل كده. والتصعيد ده فيه تصعيدات تانية، يمكن ده تصعيد شوية نسبيا مختلف لكنه ما يختلفش عن كل اللي بيحصل من 48 واحد. والله ربنا يثبتهم ويجعلهم في موازين حسناتهم طبعا يعني، لكن لنا الله كلنا مش هم بس، كلنا يعني. أنا شايف إن احنا أصلا فقدنا يعني ارتباطنا بالقدس من فترة كبيرة جدا يعني، دي مش حاجه جديده، مش مستحدثه على العرب والمسلمين يعني. هو دي حاجه احنا واخدين عليها يعني، ده مش شيء جديد يعني. انا احب اوجه لهم اقول لهم ربنا معاكم ويسدد خطاكم يعني، طبعا لو ده لو في صدق طبعا في هدفهم يعني، وفي نبل طبعا في الهدف يعني. والله هو اليهود طبيعتهم انهم يعني ليس بعد الكفر ذنب، انهم بينتاكوا الحرمات وبيؤذوا الناس وبيقتلوهم وبيظلموهم، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعجل باليوم اللي قال عنه الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي هو لن تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر وينادي ويقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. ولكن لابد ان احنا كمسلمين نحافظ على الدين وعلى الإيمان وعلى الأخلاق، وندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا وسلوكياتنا ويزود إيماننا،
إن شاء الله بقوة الإيمان ننتصر على جميع اليهود في العالم كله بإذن الله، وربنا هينصر الفلسطينيين إن شاء الله ويرجع لهم بلادهم بإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله. الصمت العربي لأن إحنا إيماننا ضعيف، فإذا زاد الإيمان إن شاء الله هيبقى ما فيش صمت. وبعدين دايما الناس بتحاول إنها تدعي كتير، صحيح اللي بيدعوا في المساجد كتير، وإن شاء الله مهما طال الظلم ومهما طال الليل لابد أن يأتي نهار إن شاء الله وهيجي الفرج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في خير جاي إن شاء الله على أهل مصر، وقال أنا بحب المصريين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال أنهم أكثر أهل الأرض صلاة علي. الرسول عليه السلام قال سلم لي على أهل، جه الواحد في الرؤية وقال له سلم لي على أهل مصر وبشرهم أن الخير آتي لا محالة وأني أحبهم. قال له لما يا رسول الله؟ قال لأنهم أكثر أهل الأرض صلاة علي. وإن شاء الله مصر كانت من زمان واقفة مع الفلسطينيين وكنا بنحارب معهم وعشانهم، ولكن بعد مبادرة السلام عملنا معاهد السلام مع اليهود، بس ربنا قال إن عن اليهود الذين ينقضون عهدهم في كل مرة، فإذا نقضوا عهدهم إن شاء الله هنحارب اليهود ونخلص منهم بإذن الله. هو رأيي في اللي بيحصل إن ما فيش حد أبدا في الدنيا من حقه إن يمنع المصلين إنهم يصلوا يعني مهما كان، وده يعتبر يعني تعسيف وإجراءات تعسفية وحاجة مش ملهاش علاقة بالأدمية خالص يعني. السبب إن الدول العربية كلها ما فيهاش الوحدة المطلوبة، الوحدة المتكاملة للدول العربية، إن الدول العربية لازم تبقى أكتر وحدة من كده،